لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ بالعناوين. في عربي 21 مستوطنون يقتحمون الأقصى ومواجهات واعتقالات بالضفة. في العربي الجديد، زراعة العراق في خطر، الفلاحون يهجرون أراضيهم لشح المياه وتأخر مستحقاتهم. في صحيفة The Daily Signal، سقوط كابول، لماذا لم يتعلم بايدن من دروس العراق؟ في شفق نيوز، الكاظمي يعقد اجتماعا في مقر قيادة العمليات بقضاء الطارمية. في القدس العربي، العراق، حزب الله والعصائب يدعوان لاقتحام الطارمية ومخاوف من مجزرة. في شبكة CNN، عن مصادر، إجراءات أمريكية في كابول خشية من داعش. وفي صحيفة ديلي ميل، انقلاب السعيد يثير مخاوف على الحريات بتونس. السلام عليكم. نبدأ من صحيفة المدى ومقال الكاتب محمد الربيعي، حيث يقول إن بقاء قانون تعادل الشهادات تكريس للفشل والتخلف. تعتبر الدورة البرلمانية الحالية أو تعتبر أسوأ دورة لنوعية القوانين المناقشة والمشرعة وللخروقات القانونية والمناهضة لتطلعات الشعب. وأكثر هذه القوانين سوءا هو قانون معادلة الشهادات، والذي يقف في صدارة الإجراءات المناهضة للمجتمع الأكاديمي المحلي والعالمي، وباعتباره أغرب قانون في التاريخ الحديث. ووفقا للتتبع والتحليل، ودلالة أكيدة على جهل المشرعين بواقع التعليم العالي العالمي. وصف القانون بأنه كارثة ومثال بارز لدولة فاشلة وتكريس للجهل، وأنه الأسوأ في التاريخ. لم يكن لمجلس النواب الكثير من القوانين، ولم يتم تمرير العديد منها، مما يلقي الشك على الأسباب التي أدت إلى الاستعجال في إصدار هذا القانون. لربما يؤكد الإصرار على تشريعه هو ما شاع من أن غرضه هو افتعال أزمة في الوسط الأكاديمي بالاعتراف بالشهادات بطرق بعيدة عن الأعراف الأكاديمية، ولتسهيل عملية منح الألقاب العلمية للبرلمانيين وأصحاب الدرجات الخاصة والموظفين وأصحاب الشهادات. حقيقة هذا القانون كما وصف بأنه كارثة ضمن عدد كثير من الكوارث التي أصابت التعليم العالي منذ السبعينات ولغاية اليوم. هذا قانون يستحق أن يكون مثالاً بارزاً لدولة معزولة ومحاصرة ذاتياً، لا يعرف نواب برلمانها بما يجري في العالم، وفي غربة تامة عما يحدث للتعليم العالي من تطورات، فيما عدا بعض الأمور السطحية كالتصنيفات العالمية التجارية، وبما يجري في بعض دول الجوار كالأردن. هذا هو الحد الأقصى لما يعرفه كثير من المسؤولين وأعضاء البرلمان عما يجري من تطور في التعليم العالي في العالم. الطامة الكبرى أنه يصدر في وقت انتشر فيه تزوير الشهادات والاقتباس غير المشروع والسرقات العلمية وكتابة الأطاريح تجارياً، وأصبح التزوير والسرقة العلمية هما القاعدة، والنزاهة والصدق هما الاستثناء، ليزيد من الطين بلة. في الأمس، كثير من الأكاديميين والمثقفين شجب إصدار القانون ووقف ضده، وكثير من أظهر مساوئه، واليوم بدأنا نلمس نتائجه السلبية وتأثيرها على حركة التعليم العالي، والتي أؤكد أنها لن تعود بخير عليه، ولن تصب في مصلحة البلد وتقدمه، وإنما ستساهم في تسريع تدهور الرصانة العلمية التي منفكت بالتدهور منذ عدة عقود. لو تحدثنا عن التعليم الطبي العالمي اليوم، لوجدنا أن أبرز ما يميزه هو أن الطالب الجامعي هو محور العملية التعليمية،
إضافة إلى أهمية اكتساب المهارات الأكاديمية من العام الأول في الدراسة والاهتمام بالمهنية وسلوكيات الممارسة الطبية، فقد أصبح من المعروف عدم فعالية الأسلوب التلقيني في العملية التعليمية المطبقة الآن في التعليم العالي بشكل عام والطبي بشكل خاص، حيث ينبغي على الطالب أن يكون نشطاً في الحصول على المعلومات من المصادر المختلفة، خاصة مع الثورة التي حدثت في مجال الاتصالات والمعلومات والوسائط والتقدم السريع في العلوم الطبية ومهارات البحث العلمي. نرى أنه على جميع كليات المجموعة الطبية وفي جميع الجامعات العراقية أن تقوم بتسريع التغيير في التعليم الطبي من خلال إنشاء نظام يقوم بتدريب الأطباء والمهن الطبية والصحية الأخرى لتلبية احتياجات المرضى وتوقع التغييرات المستقبلية. وفي مجال التعليم الطبي أرى أن واجبنا أن نجعل المهن الطبية تتماشى مع مهنة الطب في القرن 21 في جميع المجالات التالية: جعل التكنولوجيا وتعزيزها في خدمة التعليم الطبي وتوفير الخدمات الصحية الرقمية، وإنشاء فريق لتحسين الجودة يتحمل المسؤولية الاستراتيجية للقيادة والإشراف على عمليات ضمان جودة التعليم وإدارته في جميع كليات المجموعة الطبية من خلال تحوير المناهج المعمول بها حالياً، وذلك من أجل تحسين التعليم الطبي بكافة تخصصاته، تشجيع روح العمل المتكامل والمتعدد المهنية، لأننا نعتقد أن تحسين الجودة في التعليم والتدريب هو في صميم تقديم رعاية صحية متميزة للمرضى. ويقول الكاتب: يجب أن تولى كليات المجموعة الطبية اهتماماً كبيراً لإنجاح برامجها التعليمية وتمكينها من تخريج نخبة وطنية من الأطباء والمهن الطبية والصحية الأخرى الذين سيقومون بتطوير القطاع الصحي في الدولة وتحقيق الرؤية الوطنية في تطوير القطاع الطبي للبلاد. يبدو أن أركان عملية المحتل السياسي كافة تواجه في هذه الفترة أو تواجه مأزقاً عصيباً بسبب الانتخابات، وما الجدل الدائر حول إجرائها إلا دليل على هذا المأزق. فبعد أن كانت الانتخابات الوسيلة الفعالة لإطفاء مسحة من الشرعية على استمرار وجود هؤلاء الأشرار في السلطة، أصبحت اليوم عبئاً ثقيلاً عليهم، فتسويقها بين الناس وإظهار محاسنها لتشجيعهم على الاشتراك فيها لم يعد سهلاً كما كان الأمر يجري في السابق. فسيد الأمريكي ضاق بهؤلاء الأشرار ذرعاً لعجزهم عن إخراج مسرحية الانتخابات بطريقة مقنعة أو على الأقل ضمان الاعتراف الدولي بصحة نتائجها. دعونا نغير الاتجاه قليلاً ونفترض إجراء الانتخابات في وقتها المحدد، وأن مقتدى سيعود إلى البيت الشيعي طائعاً لا مجبراً، وأن الأكراد سيتوحدون من جديد ويدخلون الانتخابات بقائمة واحدة، فإن ذلك لن يساعد هؤلاء الأشرار على الخروج من أزمتهم الخانقة، حيث ما زالت المشكلة الأكبر قائمة، فعموم الشعب العراقي قد حسم أمره برفض هذه الانتخابات، سواء جرت في موعدها المحدد أو تأجلت إلى العام القادم. أما أبناء ثورة تشرين الذين استحقوا أن يكونوا الممثل الشرعي والوحيد للعراقيين المظلومين، فقد اتخذوا قرارهم بمقاطعة الانتخابات لعدم استيفائها للشروط التي طالبوا بها، ومنها كتابة قانون جديد للانتخابات وليس إجراء تعديلات شكلية عليه، وكتابة قانون للأحزاب يكون في مقدمته منع جميع الأحزاب التي شاركت في العملية السياسية منذ الاحتلال ولحد يومنا الحاضر، ومفوضية مستقلة ونزيهة وليست مفوضية مبنية على المحاصصة الطائفية، وإشراف أممي نزيه وليس مبعوثة منحازة للميليشيات المسلحة تلبس ملابسهم وترتزق منهم وتروج لهم، بل ذهب أبناء تشرين أبعد من ذلك ودعوا الجماهير لإسقاط العملية السياسية برمتها. إن الطريق لإنهاء الاحتلال والنتائج التدميرية التي ترتبت عليه لا يتم إلا على يد ثورة تشرين العظيمة، الأمر الذي يحتم علينا الوقوف ضد هذه الانتخابات
ودعوة الناس لمقاطعتها وتشجيعهم بالمقابل على الاشتراك في ثورة تشرين لتمكينها من تحقيق أهدافها كاملة غير منقوصة، وفي مقدمتها إسقاط العملية السياسية برمتها وتشكيل حكومة وطنية مستقلة تأخذ على عاتقها بناء العراق الجديد فعلاً. في موقع رسام الدراسات الاستراتيجية نقرأ تقريرا حول رد وكلاء إيران على الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق، فمن المحتمل أن تكون إيران وميليشياتها الموالية لها قد وافقوا على وضع حد للهجمات التي تشنها على القوات الأمريكية في العراق حتى نهاية عام 2021. من المرجح أن تطيع فصائل الميليشيات أوامر قآني، فقد أعلنت هيئة تنسيق الفصائل عبر بيان لها أن الميليشيات ستظل مستعدة لشن الهجمات وستقوم بذلك إذا لم تسحب الولايات المتحدة قواتها من العراق. وتضم الهيئة ممثلين عن وكلاء إيران الرئيسيين في العراق، بما في ذلك المنظمات الإرهابية حسب تصنيف الولايات المتحدة ككتائب حزب الله وعصائب أهل الحق وحركة حزب الله النجباء. واتهم بيانها الولايات المتحدة بإعادة تسمية قواتها في العراق بشكل مخادع لإطالة أمد الاحتلال وتهيئة الظروف للتصعيد مرة أخرى في المستقبل. المتوقع أن تبقي إيران ووكلاؤها وتيرة المضايقات على القوات الأمريكية على منح منخفض حتى نهاية عام 2021، حيث التقى قآني بمسؤول كبير في كتائب حزب الله ورئيس أركان قوات الحشد الشعبي أبو فدك المحمداوي في بغداد يوم 27 من يوليو تموز، ليتصاعد احتمال إصدار أوامر من قبل أبو فدك بإعادة شن أعمال عنف ضد القوات الأمريكية مع تجنب الهجمات واسعة النطاق التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد غير مقصود. وتشير هذه العمليات إلى أن الهجمات بالعبوات البدائية الصنع المستمرة تستهدف المقاولين العراقيين، وبالتالي لا تخاطر بسقوط ضحايا أمريكيين، بالإضافة للهجمات الصاروخية قصيرة المدة والتي من غير المرجح أن تسبب أضراراً كبيرة. تأتي هذه الأعمال فقط لمواصلة الضغط على صناع القرار الأمريكيين. من المرجح أيضاً أن تضع إيران والفصائل الموالية لها شروطاً سياسية بشأن استئناف الهجمات الرئيسة ضد القوات الأمريكية في العراق بحلول نهاية عام 2021، فبحسب ما ورد فقد أمر قآني الوكلاء بتشكيل لجنة برلمانية للضغط على الحكومة سياسياً لتنفيذ عملية الانسحاب الأمريكي. فقد التقى قآني مع الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري في بغداد في 27 من يوليو الماضي لمناقشة تنسيق اللجنة والمقاربة بالوكالة لانتخابات العراق في أكتوبر عام 2021. وثقت صحيفة واشنطن بوست في سلسلة تقارير تتكون من 6 أجزاء بعنوان الحرب مع الحقيقة، تمادي الإدارة الأمريكية وقياداتها العسكرية في الكذب وتضليل الرأي العام طوال الحملة العسكرية التي استمرت عقدين من الزمن في أفغانستان. وتم ذلك وفق الصحيفة عبر اختلاق الأدلة وتحريف الإحصائيات وقمع الانتقادات اللاذعة والشكوك حول الحرب لجعل الولايات المتحدة تبدو وكأنها تكسب الحرب، بينما لم يكن الأمر كذلك على أرض الواقع. لقد قطع كل من جورج دبليو بوش وباراك أوباما ودونالد ترامب الوعد نفسه، ألا وهو أن الولايات المتحدة لن تبتلي نفسها بعبء بناء الدولة في أفغانستان. ففي تشرين الأول أكتوبر من عام 2001، وبعد وقت قصير من إصدار أمر للقوات الأمريكية بغزو البلاد، قال بوش إنه سيدفع الأمم المتحدة لتولي ما يسمى ببناء الدولة. وبعد 8 سنوات أصر أوباما على أن حكومته لن تنخرط في مشروع بناء دولة مطول. وبعد 8 سنوات من ذلك قطع ترامب عهداً مشابهاً مفاده نحن لن ننخرط في مهمة بناء الدولة من جديد، لكن عملية بناء الدولة هي بالضبط ما حاولت الولايات المتحدة القيام به في أفغانستان التي مزقتها الحرب
وقد فعلت ذلك على نطاق هائل. منذ سنة 2001 أنفقت واشنطن في سبيل بناء الدولة في أفغانستان مبالغ فاقت أي بلد آخر، حيث خصصت 133 مليار دولار موزعة على جهود إعادة الإعمار وبرامج المساعدات وتدريب قوات الأمن الأفغانية. بتعديل هذه القيمة وفقاً للتضخم، فإن ذلك يفوق ما أنفقته الولايات المتحدة في أوروبا الغربية في إطار مشروع مارشال عقب الحرب العالمية الثانية. على عكس مشروع مارشال، فإن مشروع بناء الدولة الباهظ في أفغانستان قد انحرف عن مساره منذ البداية، وازدادت الأمور سوءاً مع استمرار الحرب. وقال المشاركون في المقابلات إنه بدلاً من تحقيق الاستقرار والسلام، قامت الولايات المتحدة عن غير قصد ببناء حكومة أفغانية فاسدة ومفككة لا تزال تعتمد على القوة العسكرية الأمريكية من أجل ضمان بقائها. وأملاً في عدم انهيارها، قال المسؤولون الأمريكيون إنها ستحتاج إلى مليارات الدولارات الإضافية من المساعدات سنوياً على مدى عقود. عمال الإغاثة الأمريكيون أصروا ذات مرة على تنفيذ مشروع للصحة العامة لتعليم الأفغان كيفية غسل أيديهم، كان هذا بمثابة إهانة للشعب، فهنا يغسل الناس أيديهم 5 مرات في اليوم من أجل أداء صلاة. علاوة على ذلك، ليست هناك حاجة لمشروع غسل اليدين، كان عليهم التفكير في مشروع من شأنه توفير وظائف وتمكين الناس من كسب المال. من المؤكد أن أشرف غني صاحب الأمريكان عندما طرقت حركة طالبان أبواب كابول أمي أبي أدركاني، ولكنه كان وقتها قد استنفد أغراضه، فكان أن اضطر إلى أن يسبق السفير الأمريكي في الهرب من البلاد، مما يشي بأن سيناريو هروبه كان جاهزا بكامل تفاصيله، وأنه كان بالتالي يضع في الاعتبار انتصار طالبان ما لم يرمي الأمريكان بكامل ثقلهم في المعركة، فآثر الفرار بجلده لأنه يفتقر إلى الجلد اللازم لقيادة جيشه العصري في مواجهة جيش طالبان البدائي. الدرس الأكبر المستفاد في تقديري هو أن الولايات المتحدة ليست من فئة الصديق في ساعة الضيق، وكان الأسلاف في عصور تقدير دور المعلم يذهبون بصغارهم إلى المدارس ويقولون للمعلمين: لكم اللحم ولنا العظم. وما فعلت واشنطن في أفغانستان وغيرها هو أنها أكلت عملاءها فيه لحماً ورمتهم عظاماً جيفة، غذتهم بكذا تريليون دولار ورطنوا بالإنجليزية ونسوا ألسنة أهلهم البشتوية والإماقية والطاجيكية والأذرية والبلوشية، وقبل أن تشتد سواعدهم رمتهم. العميل مأجور ومأمور وعصمة أمره ليست في يده، وكما يقول المثل الإنجليزي، فمن يدفع لعازف المزمار هو الذي يحدد المقطوعة التي يود الاستماع إليها. وأمريكا بذلت المال بسخاء للنخب الأفغانية، وبعد هوجة عام 2001 وما تلاها من أعوام أتوا بحامد كارزاي رئيساً لأفغانستان، وكان مؤهله الرئيس أنه يجيد الإنجليزية بحكم الدراسة والعمل الطويل في الهند وباكستان، وكان نعم الاختيار بالمقاييس الأمريكية، فقد كان أراغوزاً يسهل تحريكه، وكما كان هناك طابور طويل من رؤساء لبنان لا يفعل شيئاً إلا بموجب إذن مسبق من دمشق الأسدية، فقد كان كارزاي طوع بنان الأمريكان ولا يقدم على أمر لم يطلبوه منه، وإذا أمروه اشتط في التنفيذ، ولما صدق حاله وحاول أن يتصرف كرئيس حقيقي أنهوا خدماته. وفي عام 2003 جاء عراقيون يحملون جينات إفرنجية مع الجيش الأمريكاني وتوزعوا غنائم السلطة بعد سقوط نظام صدام حسين، وما أن اشتدت المقاومة ضد الوجود الأمريكي في البلاد حتى اضطروا للتحصن في المنطقة الخضراء في بغداد محروسين بالمارينز الأشاوس، وفات عليهم أن يخشوشنوا لأن النعمة لا تدوم، وبدأت نعمة الحراسة الأمريكية في الزوال عندما استشعر الأمريكان فداحة الثمن الذي يدفعونه يوميا بالبقاء في العراق، فقلصوا وجودهم العسكري كثيرا.
في 29 من تموز يوليو الماضي حطت طائرة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في مطار بغداد قادمة من الولايات المتحدة وعلى متنها 17 ألف قطعة أثرية عراقية مستردة من واشنطن. وقالت السلطات العراقية آنذاك إن الأثار المستردة بينها قطعة أثرية يعود تاريخها إلى 4000 عام، وجرى تهريبها خارج البلاد في خضم الفوضى الأمنية التي رافقت احتلال الولايات المتحدة للعراق عام 2003. العراق لا يملك إحصائية دقيقة بشأن عدد القطع الأثرية المهربة إلى الخارج والتي كان وراء معظمها عصابات التهريب. وفقد العراق أكثر من 15 ألف قطعة أثرية من متحف بغداد وحده تعود إلى حضارات مختلفة بدءا من السومرية قبل 4000 عام ومرورا بالبابلية والآشورية ووصولا إلى الحضارة الإسلامية. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.